غالي معسكر حقق اليوم أمام جمهوره نتيجة حسنة بفوزه على اتحاد الشوية، غير أن هذه النتيجة لم تخلصه من الوضعية السيئة التي يحتلها في الترتيب. عبد القادر فقير. لقاء اليوم والذي جمع غالي معسكر بضيفه اتحاد الشوية بزي الأصفر كان دون المتوسط، انتزع فيه رفاق بن عطية أحسن عنصر في صفوف الغالي نقطتين ثمينتين تبقي لهم الأمل في مواصلة العمل للبقاء ضمن النخبة الوطنية. اتحاد الشوية وحسب زميلنا ميلو الطواجين الذي حضر اللقاء كان يفكر في لقاء الكأس ليوم الجمعة، وركن منذ البداية في الدفاع محاولة منه للبحث عن نتيجة التعادل، مما سمح للغالي المحلي من فرض السيطرة دون أن يتمكن الهجوم من استغلال الفرص المتاحة، وهذا نظرا لغياب قلب هجوم حقيقي. أبناء المدرب الحاج منصور صمدوا طيلة 77 دقيقة ليباغت بعد ذلك الجناح الأيسر بن دودة الحارس حنيشات، كان ذلك في الدقيقة 78. وبهذا الهدف اليتيم انتهى هذا اللقاء بحضور جمهور قليل بالمقارنة مع الأسابيع الماضية.